كلنا عارفين إن أي عمل فني محتاج دعاية كويسة عشان ياخد حقه من الانتشار والنجاح، لأننا كمان في عصر السوشيال ميديا وبتختلف أنواع الدعاية. لحد ما في فترة الأخيرة لاحظنا إن في فنانين حققوا مشاهدات بالملايين لأغاني هي في الأصل دعاية لأعمالهم الفنية اللي بيمثلوا فيها وهم أصلاً مش مطربين، وده اللي بيعتبر نجاح منفصل عمل حالة حلو عند الجمهور. طيب مين الفنانين دول وإيه هي أبرز الأغاني اللي قدموها؟ ده اللي هقول لكم عليه وانتوا بتشوفوا التقرير ده. الفنان أحمد حلمي في الأصل معجون بالتمثيل وعرف يوصل لقلوب الجمهور بأعماله، يعني من الآخر مش محتاج يغني عشان يحقق نجاح ولا شهرة، بس اللي حصل إنه غنى وحققت أغانيه شهرة قد تمثيله مرتين ثلاثة كده، وبالذات أغنية الحركة دي اللي جابت 60 مليون مشاهدة على يوتيوب واللي كانت دعاية في الجون بصراحة لفيلمه السينمائي واحد تاني. وأحمد حلمي ما عملش الحركة دي في فيلمه الأخير بس، لأ ده كمان كان ليه أغنية اسمها أرقص، ودي روج بيها لمسرحية ميمو اللي اتعرضت في موسم الرياض في السعودية، واللي طرح معاها كمان فيديو كليب عمل تفاعل حلو قوي. وحلمي استخدم العادة دي في أفلامه بداية من ميدو مشاكل لما غنى أفريقيا مع شيرين عبد الوهاب، وأغنية يا علي في فيلم صايع بحر واللي حققت نجاح كبير جدا، وكمان قالوا في فيلم ظرف طارق، وقوم بالليل لأ في فيلم زكي شان، وكانت منى عرفة الطفلة الجميلة اللي عرفها الجمهور في فيلم مطب صناعي، وتحديدا لما غنى لها لما حبيبتي هتكبر. والفنان محمد سعد عنده مساحة صوتية في صوته وزيه بالظبط محمد هنيدي، والاتنين يقدروا على الأداء الغنائي بشكل محترف، وشفناهم في أفلامهم بيغنوا بيحققوا نجاح كبير. يعني هنيدي مثلا محدش هينسى له أغنية كاجولو في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، وكلكم وأغنية يا آيا اللي غناها في فيلم همام في أمستردام كوم تاني، عشان حطيته في حتة تانية في قلوب الجمهور والكل ردت كلمة وكأنها مزاولة مثلا. ومش هننسى لما غنى يا سلوى في فيلم أمير البحار وغيرها كتير من الأغاني. وبالنسبة لمحمد سعد هتلاقوه بحركاته وطريقته الكوميدية في أفلام الليمبي وكركر والليمبي 8 جيجا وعوكل وبوحة وغيرهم، يقدر يكون حديث الجمهور. وحققت الأغاني دي نجاح محدش يتوقعه من أغاني سعد، مثلا يلي نسيت الغرام، اللي منك منك، خلتني أقول حب إيه. والأغاني اللي في الأعمال الفنية بيغنيها ممثلين ما ظهرتش بس في الجيل الجديد، دي صاحب جيل قديم كلنا عارفينهم وليهم في قلوبنا مكان، زي فردوس عبد الحميد اللي غنت في مسلسل في المشمش أكتر من أغنية وكمان متميزة في أدائها جدا، لأ وكمان غنت تتر المقدمة والنهاية للمسلسل، وكان بيشاركها الغناء الفنان محمود الجندي. وببشرته السمرة وجسمه النحيل بقوا هما العلامة اللي بتميز أحمد زكي بعد ما كانوا عقبة في طريق حلمه، وهو من الممثلين الموهوبين. وشفناه لما غنى في فيلم البي البواب وقال أنا بي أنا بي أنا بي، واللي علق عليه الموسيقار عمار الشريعي في برنامجه سهر شريعي لما غنى أحمد زكي في البيه البواب أذهلني وأذهل الجميع. وكمان قال عنه الملحن إبراهيم رجب في لقاء لي لما سمعت أحمد زكي هو بيغني العيب في الضي في فيلم هستيريا، عرفت إن عفريت الغنى اتمكن منه، وكان في فيلم كابوريا بيغني أزأز كابوريا واللي كانت ترند عصر وقتها وغيرهم كتير. ورغم إن محدش يتوقع إن محمود عبد العزيز يغني، لكن الساحر عملها وتقريبا غنى في كل أفلامه، منها أغنية الكيمي كيمي كا وآية أفا وتعالى تاني ويلا بينا تعالوا والهاشا باشا تكة، ومحدش اختلف على موهبة السندريلا سعاد حسني واللي غنت بصوت المرح والبهجة في أفلامها زي أميرة حبي أنا وخلي بالك من زوزو والمتوحشة وشفيقة متولي ومسلسلها هو وهي. وكمان الفنان فؤاد المهندس كان أحد نجوم التمثيل اللي بيقدموا أداء مميز في الأغاني سواء في السينما ولا المسرح، يعني مثلا محدش ينسى أغنيته الشهيرة 5 قارات في مسرحية هلا حبيبتي غنى مارون جلاسيه.